زمن الفتن اللي احنا فيه، حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، زمن سنوات خداعات وتصدق الرويبده ويصدق ويكذب الصادق ويصدق الكذب وهكذا. بصوا نص الحديث دوت في اخره ايه؟ يهلك عليه الصلاه والسلام بيقول يهلك الوعول وتظهر التحوت. يا نهار ابيض، ده احنا عندنا تحوت. مش عايزه اقول عشان احنا علاوه، مش عايزه اقول اكثر من كده، بس ده احنا عندنا تحوت عايزين ايه ده؟ زمن الهيفات اللي طالع ده، ايه زمن انتكاس الفطر اللي احنا فيه ده؟ ايه لما حد يجي يتكلم على كان اللي ضد الفطره واللي مش عارفه ايه؟ ما في فيديو يا مسلمين تطلع تتكلم فيه عن انتكاس فطره، ولا مش عارفه إيه البنت مع البنت، ولا مش عارفه، الا ويتشال ويتعمل لك عليه انذار ويتحذف من جميع انواع السوشيال. زمن انتكاس الفطره الحقيقي. يهلك الوعول، الناس اللي كان ليها قيمه، العلماء والناس اللي لها قيمه، ويظهر التحوت، الناس اللي كانت لا تعرف وليس لها قيمه. هي فات. تعالوا شوفوا مثلا، يقول لك مثلا كده. طبعا احنا علينا منصه على التيك توك، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، احنا جميع منصتنا، اما حتى لو في المكان اللي فيه كله الكلام فاضي ورقص وحد يشوف الحركه، كل ما افتح التيك توك الاقي ايه ده، اقول ايه ده، هو في كل فتره كده تلاقي نشيد، مش نشيد بتاع مقطع، مش عمال لك نشيد، طب بص شوف مش عارفه ايه، طب بص شوف مش عارفه ايه، وكل شويه يطلع حاجه جديده. لكن عايزه اقول ان 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 بفضل الله، بفضل الله، واحده من البنات بتوع ثانوي وبنت في اعدادي، انا هبقى احط لكم السكرين دي في التعليقات. يا دكتوره انا بعدي قدرا كده، ما قالتش قدرا يعني، وانا بعدي كده لقيت مقطع ليكي، وانا من ساعتها وانا بتابعك وانا بحاول انتظم على الصلاه بسبب المقطع ده. لكن زمن الهيافات بقى والحركات ومش عارفه يحصل ايه، فيديوهات عامله بالملايين، هي الناس الملايين دي دخلت تشوف فعلا الهيافه دي؟ والله انا بستعجب جدا. عايزه اقول لكم في فيديو من الفيديوهات، فيديو يعني عرض ازياء، يعني عرض ازياء ماشي بتاع البنات وبتاع الكلام ده، ف ومحطوط العرض الازياء هي لابسه من قدام وبعدين اتضيرت. اوف اوعل، استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده؟ والبتاع عامل ما اعرفش 3 مليون، ايه ده؟ هي الناس فعلا يا حاجه تضحك على فكره، يا حاجه تضحك. لكن ادعو الله سبحانه وتعالى، يعني زمن صعب، وانت كمسلمه مطالبه بيه، حفظ نفسك يا بنتي وقلبك لله عز وجل، وحفظ الرعيه اللي انت هتسالي عنها. يا كل ام، الموضوع مش موضوع تعالوا هنا يا بناتي حديث الزواج ولا العروسات اللي لسه على المقبلات والمخطوب، تعالوا لي هنا. اوعي تكون فاكره البتاع واعمل الاكل وزوجي وماشي، وماله حبيبتي اعملي ده كده، لكن انت عامله مسؤوليه، اسمه بيت يتحط يبقى مكان للملائكه. بيتك ده زي ما بتبقي تاسع كده، ان الديكور حلو ومش عارفه وايه، والانتريه والحاجه والجميل جميل، ما بنقولش لا انت جميله وانثى وجميله اعملي كل الكلام ده، لكن في الاول وفي الاخر انا عايزه بيتك ده محط للملائكه. بيتك ده اللي انت بتسعي انك تتجوزي ويبقى زوجك بيحبك، بيت فيه ملائكه عارفين ان البيت ده بتاع فلانه، وده مهبط لينا في ذكر، في قران، في حاطه حتى اخذ بالاسباب. واحده بتقول لك انا حامل في الثالث، والله والله انا جايبه كتب لتربيه اولادي لحد 6 سنين. انا زوجي كان داخل بمكتبه بيقول لي دي المكتبه للكبار ودي المكتبه الخاصه بالاطفال. طبعا يعني انا خدتها منه خلاص، سرقتها كل اللي خاصه بالتربيه، وحاجات كانت قديمه وسبحان الله قيمتها جميله. قلت له بس خلاص، يعني الحريم يجي يخش على البتاع يستولى على كل حاجه، لكن انت تعملي الكلام ده وتبقي حاطه في دماغي الكلام ده، حتى الله عز وجل يا ستي القيامه قامت، يبقى انت خدتي الثواب بالنيه، تبقى انت خدتي الثواب. زمن يهلك فيه الوعول، الناس الصالحه الشرفاء العلماء يتكسر قيمتهم ويتسفه من رايهم ويجيب لك شبهه، ولا نعرف راي مثلا من اراء الفقهاء مثلا، والراي دوت مثلا يتكلم فيه علماء يقول لك احنا نسمع كلامك ليه؟ ما انت واحد زينا زيك، احنا نفسر زينا زيك. عالم ده عالم مجانين دي ولا ايه؟ العالم دي ما يعرفوش، وعمالين يكسروا في الفقه وفي السنه وفي الحديث وفي المرجعيات وحجيه السنه، كل الكلام ده كلام صعب قوي. وبعدين نقعد نتفرج على الهيافات، يعني والله انا بستغرب، انا بقول لكم اهو، انا بقول لكم فيديو عامل 3 مليون. انا كل ما افتكره اضحك، لكن في الاول وفي الاخر يعني احنا في زمن صعب،
محتاجين نعض فيه كده بالنواجز كده على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، متمسكين بديننا بهويتنا بسمتنا بصلاتنا. ابدا ابدا الصلاة 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 الصلاة، عينك اول ما يأذن على طول.